المميزة بالنظرة والقراءة التحليلية للوضع الراهن، ينضم أيانا حاليا عبر الصوت والصورة الأستاذ فراس ياجي المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي. يسعد صباحك أستاذ فراس. صباح الخير للمشاهدين والمتابعين. صباحك بكل الخير. يعني الوضع حاليا وتحديدا بعد اغتيال السنوار، هل فعليا هناك تغيرات لاتجاهات الحرب وصفقة التبادل والحديث عنها؟ يعني هذا مبكر الحديث فيه حول هذه المسألة. التضخيم الإعلامي والبعض الحاقد كالأمريكي والإسرائيلي دائما كانوا يتحدثون عن القائد الشهيد السنوار بأنه عقبة أمام صفقة التبادل الأسرى، لكن حقيقة الأمر حتى باعترافهم بأن العقبة الرئيسية هو نتنياهو وليست حركة حماس ولا قيادة حركة حماس. هناك طرحت صفقة بهذا الخصوص من قبل الرئيس بايدن، وهناك قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص، ولكن تم تعطيلها عبر الشروط التي طرحها نتنياهو والتي أدت إلى إفشال الصفقة. ورأينا كيف أنه ذهب وقام بالتصعيد في جنوب لبنان، والآن المعركة في داخل الجنوب اللبناني. لا أعتقد بأن هناك صفقة تشمل الجنوب دون أن يكون هناك الشمال جزء منها، لأن طبيعة المعركة التي فتحت في الشمال تحت عنوان الفصل ما بين الجبهات وتباعد بين الجبهات أدت إلى تقارب ما بين الجبهات وأدت إلى وحدة الساحات أكثر وأكثر، لدرجة أن جيلان قبل عدة أيام قال بأن أي صفقة في الشمال سوف تشمل الجنوب بهذا الاتجاه. لذلك يحاول الأمريكي الآن ويقول بأنه أزيلت العقبة من الطريق، ولكن في حقيقة الأمر الأمريكي يريد أن يفرض الشروط الإسرائيلية من خلال إبقاء إسرائيل محتلة لقطاع غزة، وما يجري في شمال قطاع غزة خير دليل على أن إسرائيل لا تريد الذهاب إلى صفقة ولا تريد تبادل الأسرى. ومن يذهب في حرب إلى الجنوب اللبناني لا أعتقد أنه يريد الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. لذلك من المبكر جدا الحديث حول مسألة صفقة تبادل الأسرى أو أن هناك أفاق جديدة لصفقة تبادل الأسرى، لأن كل الحديث الآن يجري تحت عنوان التصعيد، إن كان على صعيد لبنان أو إن كان على صعيد الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني. أستاذ فراس، يعني استشهاد السنوار خلال اشتباك وفي رفح ولا يوجد بمحيط أي أسرى كما تحدث جيش الاحتلال ومحاط بحزام ناسف، ما دلالات هذا الأمر؟ هذا يدلل على أن منذ البداية كما قلنا أنهم يكذبون وأنهم دائما يحاولون أن يستهدفوا البيئة الحاضنة للمقاومة ويحاولون إشاعة الكذبة وتحويل الكذبة إلى حقيقة، وفي النهاية يثبت بأن كل ما قالوه منذ البداية بأنه كذب. السنوار لم يكن في نفق، لم يكن متحزما بحزام ناسف وحوله مجموعة من الأسرى. السنوار كان في الخطوط الأمامية مع المقاومين يقاتل في خان يونس وفي رفح، وعندما استشهد في منطقة يسيطر عليها الإسرائيلي منذ 4 شهور، فهو استشهد مقبلا ومشتبكا مع الإسرائيلي. هذا يؤكد بأن السنوار أصبح رمزا وأيقونة ليس فقط للشعب الفلسطيني وليس للشعوب العربية والإسلامية، وأنه أصبح على مستوى العالم أيقونة ورمز يقاوم الاحتلال من أجل التحرر ومن أجل الحرية والاستقلال. في أمريكا اللاتينية يشبهون السنوار الآن بجيفارا. يعني المسألة حاول الإسرائيلي أن يحاول من جديد أن يبث صورة جديدة للسنوار عبر صور الأنفاق الموجودة. يعني الغريب في الأمر، يعني ماذا كانوا يريدون من السنوار؟ يريدونه أن يكون في بيت ويبلغ الإسرائيلي أنه موجود في هذا البيت ليقوم الإسرائيلي بقصف هذا البيت. يعني هذا الإسرائيلي الذي يحاول أن يفكر بهذه الطريقة يعتقد أن الفلسطيني أو أن المشاهد قد تمر عليه هذه الصور. في حقيقة الأمر كل المحاولات وكل الدعايات الإسرائيلية فشلت إن كان على المستوى المحلي أو إن كان على المستوى الإقليمي والدولي. على العكس الصورة المعاكسة هي التي أخذت، وبالتالي إسرائيل سمعتها تدهورت على مستوى الرأي العام العالمي، ونحن نرى أن إسرائيل في عزلة أمام الرأي العام العالمي، حتى أن كل ما حدث منذ عام وحتى الآن أصبح في عقلية الإنسان الأمريكي قبل الأوروبي بأن هذه الدولة ليست
الدولة الديمقراطية الليبرالية التي كانوا يتحدثون عنها. أنا حضرت فيديو لأحد الأمريكان يقول شكرا غزة لقد حررتمونا من الأوهام. يعني الإعلام الغربي المهيمن والمسيطر والذي حاول أن يبث دعاية ضد المقاومة في قطاع غزة فشل، لأن الإعلام التواصل الاجتماعي كان أقوى من الإعلام الرسمي الأمريكي والإسرائيلي والغربي. طيب يعني أستاذ فراس، في حديث آخر وفي الأحداث المتسارعة يوم أمس، استهداف منزل نتنياهو لأول مرة وتهديد نتنياهو بأنه لن يمر هذا الأمر دون حساب، هل هو يعتبر تغيير في معادلة الحرب من قبل حزب الله؟ هو ليس فقط تغيير، هذه مرحلة جديدة من مراحل الحرب. يعني واضح جدا بأن حزب الله أصبح هو المبادر، وأن حزب الله عندما تحدث وقال سوف نأتيكم من حيث لا تدرون ولا تسمعون، هذا يؤكد بأن حزب الله يعي جيدا طبيعة المعركة وساحة المعركة، ولديه معلومات استخبارية كاملة عن الواقع في الداخل الإسرائيلي، وهو قادر على استهداف أي موقع في داخل إسرائيل. إذا استطاع أن يستهدف عبر طائرة مسيرة منزل رئيس الوزراء في قيصرية، إذن يستطيع أن يصل إلى كل المؤسسات الاستراتيجية والأمنية في الداخل الإسرائيلي. هناك فشل حقيقي في إسرائيل في كيفية مواجهة هذه المسيرات، وهم يعترفون بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية حتى الآن غير قادرة على مواجهة نوعية المسيرات التي ترسل من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي، وسبق ذلك بضرب قاعدة بنيامينة والتي قتل فيها عدة جنود وأصاب العديد منهم. وهذا يشير بأن إسرائيل التي قالت بأنها قضت على قيادة حزب الله وأنها فككت حزب الله، هي حزب الله يرد عليها بشكل مباشر عبر الطائرات المسيرة وعبر الصواريخ. لكن عندما يتم استهداف منزل رئيس الوزراء، هذه الإشارة إلى رئيس الوزراء نفسه نتنياهو بأنه أصبح هو مستهدف من قبل حزب الله. أنت تقوم باغتيال قيادات المقاومة إن كان في لبنان أو قطاع غزة، وتعتقد أنك لن يتم محاسبتك. الآن وصلت الرسالة إلى نتنياهو وإلى زوجته سارة في هذا الأمر تحديدا. أستاذ فراس اسمح لي، يعني في هذا الأمر تحديدا وفي هذا الإطار، الإعلام العبري بشأن استهداف منزل نتنياهو قال بأنه هي صدمة هزت إسرائيل وفشل أمني خطير. مجموعة من العسكريين بالإضافة إلى وسائل إعلام عبرية بدأوا بانتقاد منظومة الاعتراض التي لم تمنع مسيرات حزب الله من الوصول إلى هدفها وهي منزل نتنياهو، وإقرارهم بالمقابل على تطوير الحزب لعملياته بشكل متزايدة. هل هذا الأمر سيضع نتنياهو تحديدا في موقف حرج أمام حكومته، وتحديدا بعد هذا الفشل الأمني كما وصفه الإعلام العبري ومجموعة من العسكريين والمحللين؟ رهام الوضع في الداخل الإسرائيلي معقد شوي ومركب، يعني المسألة مختلفة كليا عن النظرة السطحية للأمور في الداخل الإسرائيلي. إسرائيل ما بعد 7 من تشرين أكتوبر مختلفة كليا عن إسرائيل الحالية، وإسرائيل ما قبل 7 تشرين مختلفة عن إسرائيل الحالية. إسرائيل الحالية هي إسرائيل المتوحشة التي تبحث عن إعادة الأمن للمواطن الإسرائيلي، لأن ما حدث في 7 من تشرين ليس هو زلزال من المفهوم الأمني والاستخباري فقط، وإنما هو زلزال من مفهوم المناعة الأمنية للمواطن في داخل هذه الدولة التي جاءت من أجل أن تكون الملاذ الآمن لليهود على مستوى العالم ككل، فتصبح هذه الدولة هي الدولة التي لا تحقق الأمن لهذا المواطن، لأن المستوطن المهاجر الذي جاء إلى هذه الأرض أولا يريد أمن، وثانيا يريد ازدهار. إذا فقد الأمن وفقد فسيفقد الازدهار، وبالتالي سوف يغادر هذه الأرض. لذلك نرى الوحشية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وحتى في داخل لبنان، في محاولة منه لإعادة الثقة ما بينه وبين الجمهور، لأن هناك ميثاق كان بين الجيش وبين المواطنين، بحيث يستطيع الجيش أن يحقق الأمن للمواطن مقابل أن يقوم المواطن بدفع الضرائب ودفع كل المستحقات المطلوبة لداخل الجيش. هذه أيضا فشلت، ففشلت في 7 من تشرين، ويبدو أنها فشلت في 1 أكتوبر وفشلت في 13 أكتوبر وفشلت بالأمس،
عندما جاءت المسيرة لتستهدف من قال أنه سيعيد سكان الشمال إلى مستوطناتهم. الآن هو لا يستطيع العودة إلى منزله، بما معنى أنه هو بحاجة لمن يعيده إلى منزله ويعيده إلى الأمان الذي كان فيه. وبالتالي هذا نتنياهو على ضوء ذلك قام وتحدث بأنه سيكون هناك رد شديد، واتهم إيران في هذه الموضوع تحت عنوان أن هذه مسيرة إيرانية وليست مسيرة من حزب الله، رغم أن من قام بإرسالها هو حزب الله رغم عدم تبنيه لذلك حتى الآن. ولكن يبدو أن نتنياهو يشير لإيران أنه لديه توجه بالرد على الإيران. أستاذ فراس، يعني في حديثنا عن إيران، كيف يقرأ الرد الإسرائيلي على إيران، ومتى متوقع خاصة بعد الحديث أنه سيكون الرد بشكل قاسي وسيسجل بالتاريخ؟ يعني كيف يقرأ هذا الرد الإسرائيلي، وخاصة بأن نتنياهو قال بأن أحد وكلاء الإيراني حاولوا اغتيالي وزوجتي وارتكب خطأ جسيما، وأيضا حسب ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الكنيست بأن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع الثمن باهظا. كيف يقرأ الرد الإسرائيلي الآن، وهل فعليا، الشق الثاني من سؤالي، هل فعليا ستغير إسرائيل من قراراتها بأن الأهداف ستكون ليست عسكرية فقط؟ يعني أولا هم الإسرائيلي متعود إن أن يكون بضرب الآخرين والآخرين لا يردون عليه، ومتعود أن يستهدف من يريد، ومن يستهدفه لا يستهدف قيادته، وبالتالي مسألة جديدة بالنسبة للإسرائيلي أن يكون استهداف مباشر ورد مباشر، إن كان من المقاومة في قطاع غزة وإن كان من المقاومة في داخل لبنان، لذلك يستكبرها. يعني شايفة كبيرة كيف حزب الله يرسل طائرة مسيرة لاغتيال رئيس الوزراء، هذه لم تحصل في دولة إسرائيل منذ عام 1948. لذلك أصبح لا يوجد أصلا سقوف أو قواعد أو ضوابط في هذه المعركة، ومن فعل ذلك هو الإسرائيلي عبر استهدافه للمدنيين وعمليات الإبادة التي يقوم بها إن كان في داخل قطاع غزة والآن في الداخل اللبناني، لأن الإسرائيلي يستهدف الوجود الفلسطيني كوجود في قطاع غزة والضفة الغربية، والآن يستهدف وجود الكتلة الشيعية في القرى الأمامية للجنوب اللبناني، يريد تهجيرهم بشكل كامل ومنع عودتهم إلى أكثر من 25 قرية موجودين في داخل الجنوب اللبناني. لذلك هو يحيل كل المسائل إلى إيران وأن إيران هي المسؤولة عن ذلك، وبالتالي هو يحاول الآن أن يتجاوز التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية في طبيعة الرد على الداخل الإيراني، ويعتقد بأنه إذا قام برد مفاجئ وفعال وحاسم سيهزم الدولة الإيرانية بهذا الاتجاه، بما معنى أنه إذا استهدف منشآت النفط مثلا في داخل إيران يعني إيران سوف تنهار. نحن نتحدث عن دولة عميقة جذورها مترسخة في الأرض منذ آلاف السنين، ولا نتحدث عن دولة عمرها 70 سنة يعني كدولة إسرائيل، وبالتالي دولة إيران هذه جزء من المنطقة وليس كما دولة إسرائيل التي فرضت على هذه المنطقة وزرعت في داخل المنطقة. أعتقد بأن مخاطر الرد الإسرائيلي هو بالرد الإيراني، يعني إذا ما قامت إسرائيل بضرب مواقع استراتيجية وحساسة في داخل إيران سيكون هناك رد صاحق إيراني، والإسرائيلي هو يبذل كل جهده لجر الأمريكي للمعركة، لأنه غير قادر كدولة لا من حيث القوة ولا من حيث الإمكانيات ولا من حيث الجغرافيا ولا من حيث الديموغرافيا أن يواجه دولة كإيران. لذلك هو يستدعي الأمريكي والأطلسي. ما موقف واشنطن من هذا الأمر؟ أستاذ فراس، يعني ما موقف واشنطن من هذا الأمر، وإن كان هناك فعليا رد بشكل مستعجل وقاسي كما قال نتنياهو وبصورة أو بموعد مبكر عن الانتخابات الأمريكية؟ يعني أولا الرئيس بايدن أعلن وقال أنه يعلم الموعد ويعلم طبيعة الأهداف، وبالتالي الأمريكي منخرط في مسألة الحرب الدائرة. أصلا الأمريكي هو الذي يقود المعركة ككل في داخل المنطقة، وهو الذي كان في غرفة العمليات، وهو الذي جاء لحماية إسرائيل في 7 من تشرين أكتوبر، انهز الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، ولولا الأمريكي لا التداعيات أصبحت مختلفة كليا
على مستوى المنطقة. فالأمريكي مشارك في كل صغيرة وكبيرة، والأمريكي هو جزء من العدوان، وأصلا وجود إسرائيل وقوة إسرائيل هي مرتبطة فقط بالدعم الأمريكي والموقف الأمريكي والجيش الأمريكي والحضور الأمريكي. لذلك الأمريكي مطلع على طبيعة الردود، الأمريكي متخوف من أن تقوم إسرائيل برد، هذا الرد لا يمكن أن تستوعبه إيران، بما معنى أن تقوم إيران برد ساحق على الداخل الإسرائيلي، مما يضطر الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي ليتدخلوا بشكل مباشر في المعركة، وبالتالي نصبح وندخل في دوامة الحرب الإقليمية الواسعة. وأعتقد هذا ما يحاول نتنياهو أن يفعله في داخل المنطقة، يحاول أن ما يسموه أكرنة المنطقة، تحول الحرب إلى حرب طويلة كما هي الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا ليس في الصالح الأمريكي. لكن الإسرائيلي طبعا مستعجل، يجب أن يقوم بهذا الرد قبل 5 نوفمبر، لأن بعد 5 نوفمبر سيكون لدينا رئيس في البيت الأبيض لا يتعرض لضغوط، ولا يوجد إمكانية للضغط عليه من قبل اللوبي الصهيوني، وبالتالي الإسرائيلي متخوف أن يتخذ قرارات لن تكون في صالحه. وكان يذهب إلى مجلس الأمن ويتخذ قرار بوقف إطلاق النار. لذلك الإسرائيلي معني بتوريط المنطقة وتوريط الأمريكي قبل 5 نوفمبر. نعم، هم سيقومون بالرد خلال الأيام القادمة أو ماكسيموم يعني 10 أيام، لن يدخلوا في مرحلة، لن يكون هناك ردا ما بعد 5 نوفمبر، لأن بعد ذلك لن تسمح له أمريكا بذلك. وأيضا الساكن في داخل البيت الأبيض لا يريد أن ينخرط في معركة في داخل المنطقة. هاريس أو ترامب يعلمون جيدا بأن الشعب الأمريكي ضد الدخول في الحروب، وبالتالي قد يرثون ما يحدث الآن، ولكن لن يسمحوا بأي مبادرة وهم موجودين في داخل البيت الأبيض. فلذلك الإسرائيلي سيقوم بالرد بالتأكيد قبل 5 نوفمبر. كل الشكر للخبير في الشأن الإسرائيلي المحلل السياسي الأستاذ فراس ياغي، وانضمامك وإيانا في هذه الفقرة والقراءة التحليلية للوضع الراهن. كل الاحترام للأستاذ فراس، مشكور على انضمامك معنا في برنامج طلة فجر. أكيد متواصلين وإياكم مستمعينا ومشاهدينا، وفي فقراتنا أيضا وفي حديثنا ومحطاتنا المختلفة من برنامج طلة فجر مستمعينا من الصباحية.